يعد سفر زكريا ثاني سفر في التوراة يتحدث باستفاضة عن المنقذ العالمي بعد سفر إشعياء، والذي يذكر خصوصيات وصفات خاصة بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. جاء في الإصحاح التاسع من سفر زكريا: ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، هو ذا ملكك يأتي إليك، هو عادل ومنصور. وفي حين يدعي النصارى أن بشارة زكريا هذه جاءت خاصة بالنبي عيسى، إلا أن ادعاءهم باطل، لأنه لم يكن صاحب سلطة يحكم بها، ولم يخض حربا في فلسطين حتى يوصف بالمنصور. وهذه البشارة لم تحدث في زمن من الأزمان بعد، لأنها بشارة مستقبلية تخص الإمام المهدي عجل الله فرجه، الذي ستحرر فلسطين أي أورشليم على يديه، كما يستفاد من التراث الإسلامي. فقد روي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: في أخبار الإمام المهدي بعد ظهوره، ويسير المهدي حتى ينزل بيت المقدس، وتنقل إليه الخزائن، وتدخل العرب والعجم وأهل الحرب والروم وغيرهم في طاعته.